فوسا ديليوني عارين الأسود. القسم 18 من مدرجات السانسيرو الجنوبية كان محل تجمع الآلاف من الشبان العاشقين للميلان، ومن هنا بدأت حكاية أول أولتراس حقيقي ومنظم في إيطاليا. أولتراس كان محترما من خصومه قبل أصدقائه. أولتراس لم يقم بأي يوم بأي إساءة عنصرية أو أهازيج مسيئة لجماهير أو لأي فئة منافسة. أولتراس لم يحاول إهانة أسطورة فريقه الأولى عند اعتزاله، فما كان اعتزال مالديني كاعتزال باريزي بكل أسف. ماذا يعني أول أولتراس منظم؟ في البداية كانت التشجيع مجرد قصاصات ولافتات ملونة بيحملها المشجعين، لكن مع الفوسا ديليوني تم حياكة أول لافتة تشجيعية المعروفة بالتيفو، وبتكلفة كانت تعتبر خيالية في أواخر الستينات، لتبدأ مرحلة جديدة من المؤازرة الممنهجة في كرة القدم الإيطالية. استمرت الفوسا ديليوني في التوهج والبروز لسنوات طويلة، ولأنها النوميرو أونو في كل شيء استطاعت أنها تكون الأفضل من جميع نظيراتها التشجيعية المنافسة سواء الميلانية أو الغير ميلانية، لكن ولأن كل مسيرة نجاح لا تخلو من الصعوبات، والأهم أن مسيرة الأولتراس مرتبطة بمسيرة النادي. بداية الثمانينات كانت مرحلة مظلمة بالنسبة للروسونيرو لومبارديا، بداية من التوتونيرو والهبوط القضائي للسيريا بي في عام 1980 إلى الهبوط الميداني في عام 1982، استمرارا بالتخبط الإداري حتى عام 86. 10 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. بعد كل هذا وذاك جاء سيلفيو بيرلسكوني لينهي مرحلة انعدام الوزن التي مر بها ديافولو تحت قيادة موروزوني، فارينا ولوفريدي على التوالي. المهم ان خلال تلك الفترة السوداء استطاعت باقي الروابط التشجيعية انها تقلل الفجوة بينها وبين تألق اسود الميلانيستا، خصوصا مع استمرار التخبط الإداري والمالي في الفريق إلى مجيء سيلفيو. مرحلة بيرلسكوني مرحلة ازدادت بها شعبية الميلان بشكل كبير، وعادت الأسود لتزأر بأعلى صوتها. رافق هذا الشيء زيادة كبيرة في عدد منتسبي الأولتراس عموما والفوسا ديليوني تحديدا، واستمر التألق إلى أن بلغ ذروتها وسط التسعينات قبل أن تبدأ الخلافات. الفوسا ديليوني ما كانت تجامل الإدارة أبدا، وفي وقت أعلن بيرلسكوني عن منع بيع تذاكر المباريات الجماهير الزائرة، وقفت الأولتراس ضد هذا القرار بكل قسوة، ذلك لأن من حق المشجعين متابعة أنديتهم خارج ملاعبهم، والتنافسية اللي راح تقل مستواها أو ينعدم في غياب الجمهور المنافس. وفي وقت اتهم فيه فابيو كابيلو الفوسا ديليوني بمقاطعة الفريق، ردت عليه الرابطة باستمرارها بمؤازرة النادي واستنكار تصرفات المدرب الإيطالي، يعني كان في رابطة مشجعين تخاف لمصلحة الميلان مش رابطة تخدم مصالح الإدارة. نقطة نظام، هذا الأولتراس بالذات كان قوي وعنيف لدرجة أن الشرطة لم تستطع تفريقه في حوادث عدة، أبرزها الشغب ضد جماهير اليوفي عام 2003، كان أيضا أولتراس صارم في تعامله مع الإدارة ويحترم مشجعي المنافس لكن لا يسمح بالتعدي على فريقه. حتى باقي روابط تشجيع الميلان نفسها كانت تعود للفوسا ديليوني في تنظيم السفر والتشجيع والأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بباقي المشجعين. لربما كانت هذه الصفات بالإضافة لبعض الخفايا السياسية هي السبب في تفكيك وحدة هذا الكيان الرائع، والمعروف عن جماهير الميلان إنها كانت من الطبقة العاملة أو كما يطلق عليها الإنتريستا لقب المفكات، وهي طبقة في أغلبها يسارية تعبر عن رأيها بحرية كبيرة. من الممكن أن هذا لم يكن يناسب شخصا يمينيا يرأس نفس النادي اللي يعني الكثير لهذه الرابطة. بداية النهاية كانت في عام 2005، حيث أن رابطة الفاكينج المشجعة لنادي اليوفي اتهمت أعضاء الفوسا ديليوني بسرقة أعلام ولافتات تشجيعية تخصهم، وهذا يعتبر عار كبير في عرف وقوانين الأولتراس. رافق ذلك حملة إعلامية مكثفة ضد الرابطة وأعضاؤها من صحافة تورينو، وصمت كبير من الصحافة المعنية بالدفاع عنهم صحافة ميلانو. لماذا يا ترى؟
عدا عن التحامل الأمني على أعضاء الفوسة أنفسهم، فكلما حدث شغب رياضي أو غير رياضي يكون المتهم رقم واحد هو الفوسة ديليوني. حتى جرائم القتل والسرقة أصبحت تلاصق هذه الرابطة، تزامن ذلك مع خلافات إدارية مع باقي روابط تشجيع الميلان وتنظيمية مع إدارة الفريق وأسعار التذاكر اللي أصبحت لا تطاق والعقوبات تتوالى على أعضاء الرابطة، فكان لابد مما ليس منه بد. في يوم 17 من شهر نوفمبر 2005 استقررت قيادات الفوسة ديليوني حل الرابطة من أجل السلامة العامة لأعضائها، وأعلنت بيانا رسميا أبرز ما جاء فيه التشديد على ضرورة مساندة الفريق بشرف وإخلاص، وإن كل ما يشاع عنهم ليس إلا كلام صحف في ظل غياب الدليل الحقيقي على هذه الاتهامات، وإن عرين الأسود حتى وإن لم يعد موجود فإن الأسود لا زالت على قيد الحياة تزأر بحب الميلان.